على بركة الله نفتح الجلسة. ملف رقم 7/9/2012. المماثلة في قفاصيل اتهام هذا اليوم هي المسمات والمدعوة سناء العاجي بصفتها صحفية وكاتبة. كتجبد الصداع بزاف سناء. شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفاصيل الاتهام. العفو، ديما كنحاول نقرب السلطة من المواطنين. مختار الغزيوي في دور النيابة العامة. مرحبا مرحبا سيدي. كنا غنديرو بك هذا النهار ولكن لحسن الحظ باش تعرف بانك ما كنتواطئوش مع المتهمين ديالنا. النيابة العامة دائما الى جانبنا. سنة العاجي ثلاثة ديال اللاءات لكل من يمثل في قفاصيل الاتهام. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود او الدفاع، ثالثا لا للغة الخشب. متفقين؟ متفقين. أقسم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. أقسم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. المستمعين ما كانوش كيشوفوك، هزيت يديك مزيان، هذا في الخير. نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهوية. سناء العاجي بنت عبد الله بن محمد. والبنت شكون؟ عبد الله بن محمد. اه ماما، منانا بنت حمد. شتي منانا بنت حمد الحنفي، حيت ديما كنديروا اجحاف في الحق الاسم العائلي ديال الام، كنقولوا غير سميت باها، ما كنقولوش الكنيه ديالها. بنت منانا، شحال في عمرك بنت منانا؟ بالفرنسيه 25 بالعربيه 35 عام. باقا شابه بحكم الدستور ياك. الا بغيتي. فين دزتي لا سناء؟ في الدار البيضاء في حي الفرح. وفين ساكنه؟ في المعارف. بوحدك؟ بوحدي. فبصراحه انا اختي هاد مؤقتا. مؤقتا شنو خدامه هاد الساعه؟ انا من الاطر العليا المعطله، عاد كنفكر نمشي ندير اعتصامات حدا البرلمان. ياك وانت ديما كتقولي لنا هادشي ماشي معقول. نادم معايا الحال اخويا اللي ما يراجعش المواقف ديالو. اه المراجعات الفكريه بينا من دابا. والحاله العائليه لا سناء عازبه. عازبه وعلاش؟ كنقلب على راجل ومازال ما لقيتش. بنت 15 باقا عازبه، ما جابش الله التيسير. ما عييت، كنقلب ومازال ما لقيتش شي نقرا فين يغبر نحاسي. الله يا ربي، ولا ما قبل عليك حد. ربما ما قبل عليا حد. حيت عايا دابا شي راجل مغربي يتعاشر مع واحد بحال سناء العاجي كلها منتفات. باقا سورسي ولا سالا سورسي؟ سالا سورسي. اه الحمد لله. داك الشيء علاش وليت هاد الايام كديري شويه ديال القباحات وكتنوض هذيك المحل وداك الشيء كامل؟ اش خبر الباتول؟ راه لا غير اسمح لي، ما كنوضش النحل والله الا النحل كينوض بوحدو هاد الايام. واخا غادي نشوفو. على كل حال اختار الغزيوي. صعيبه القضيه اليوم. صعيبه بزاف. صعيبه القضيه. النحل كينوض بوحدو. النحل كينوض بوحدو. على كل حال هادشي باغا يزيد ينوض النحل. انا عاود نرجع، واش ما لقيتيش راجل ولا ما بغيتيش ولا مازال ما كتابش ولا عجبك السكنه في المعارف وحدك؟ لا انا بكل بساطه يمكن انا حمقى، ولكن ما عنديش هذاك التصور ديال الزواج كمؤسسه اللي خصها تكون داك الشر ولا بد منه. كنامن بالتواطؤ مع الاخر، يعني الا ما كانش اللي كنقولوا لها بالفرنسيه راه كومبليسيتي، واحد الشراكه حقيقيه مع الاخر اللي يكون غادي نعيشوا معاه واحد التواطؤ في الحياه اليوميه، والشخص اللي يعطينا الرغبه اننا نقتسموا معاه اليومي. انا سعيده في حياتي هكذا ومرتاحه فيها، وما كنقلبش انني نغيرها باي ثمن فقط باش نكون مزوجه وفقط باش ما يبقى حتى شي حد يسولني علاش ما تزوجتش. ما خايفاش شي نهار يقولوا عليك وانت غبايره؟ لا كيقولوها ديجا، كيقولوا لي كيقولوا لي الناس بايره. وما كنفهمش انا شنو هي. واحد الصحفي سولني مؤخرا في استجواب قال لي تاخرتي في الزواج، قلت له واش كاين شي سن اللي ابتداء منها كنكونوا تاخرنا في الزواج؟ ما كنامنش بشي حاجه سميتها بايره، ما كنامنش بشي حاجه سميتها العنوسه. كنامن بان الا كنت مع واحد الشخص خص لان يكون كل واحد فينا كيعطي قيمه مضافه للاخر، ومنين كنتكلم على قيمه مضافه ما كنتكلمش على الامور الماديه، كنتكلم على الشراكه في الحياه اليوميه. الا ما كانش هاد الامور علاش غادي نكرفس معايا واحد الشخص ونتكرفس انا مع هذا الشخص؟ ولا بغا ديري ندوها الشراكه سناء؟ راه الزواج حاجه اخرى عاوتاني. لا نقدروا نقولوها بشكل اخر. بغيت نتلاقى مع واحد الشخص اللي نقول تيا هاد السيد هذا بغيت نعيش معاه الامور البسيطه ديال الحياه اليوميه، ما كندويش على المفاهيم الكبرى. المفاهيم الكبرى ساهله نتفاهموا فيها. واش خاصك؟ داك الاشياء البسيطه الحياه اليوميه اللي كتخليك تشوف واحد انا عرفتي شنو؟ وعندي واحد القاعده في حياتي كنقول منين كنتلاقاو بواحد الشخص وكنقولوا واش هذا هو الشخص المناسب ولا لا، هذا معناه ان هذا ماشي الشخص المناسب، لان الشخص المناسب المفروض انها تكون سيتون ايفيدونس، يكون بديهي بالنسبه لنا اننا بغينا نكونوا مع هذا الشخص.
مادام ما كانش هذا الشخص في حياتي اللي يعطيني الرغبة بشكل تلقائي أنني نكون معاه، كنفضل أنني كما كنقول أقترف الحياة بكل تفاصيلها البسيطة واليومية بشغب بساطة وبجمال وسعيدة في حياتي هكذا. ما عنديش أنا مشكل، كيجيب لي الله الناس اللي عندهم مشكل في أنني أنا ما مزوجاش، مش أنا اللي عندي مشكل. أنا العشر سنين المختار غنصرف وسناء العاجي في قفص ثلاث أيام غيكون شراب، غنسولو على الحالة العائلية تقول لك لا، غنسولو على الحالة العائلية تقول لك عزيبة. عرفت شنو؟ هاد اليومين في العيد كنت مع الدار وكتقول ماما ديما كتجبد لي القضيه ديال الزواج. دابا المشكل وليت رسميا بايره، حيت اختي اللي صغر مني غادي تزوج قريب، دونك رسميا دابا صافي. وانا نقول لها ماما انا بوحدي في ولادك اللي ما كنتشكاش لك، اللي مزوجين كلهم كيجيو يتشكاو لك، انا بوحدي اللي ما عنديش، حتى الا درت مشكل كنديرو راسي ما كيديروش لي شي حد. واش عايشه في مجتمع ديالنا ولا ما عايشاش معنا؟ بحال عايشه، ولا كتحاولي انك دير راسك ما عايشاش معنا؟ عايشه في عمق المهم. كنقول لك انا في حي الفرح، والدي في حي الفرح. كنتي معارف؟ لا عايشه في المعارف ولكن زايده في حي الفرح، والدي عايشين في حي الفرح وبالتالي عندي اتصال دائما. عايشه في المغرب وخا في المعارف، المعارف حتى هو جزء من المغرب. كاين واحد الديكالاج بينك وبين الناس، حاسه به؟ وشنو الحل؟ شنو الحل؟ لا واش عارفه الحل؟ لا لا الحل عارفه، ولكن واش الحل هو انني نعيش واحد الحياه اللي غادي يكونوا الناس كلهم هانيين؟ حيت انا تزوجت وما بقات كتطرح مشكل حتى شي واحد، وما تبقاش ماما تسولني وما تبقاش العائله تسولني، ومن بعد انا في هذيك الحياه واش انا مرتاحه ولا لا؟ لكن واحد لابتيت انيكدوت، واحد النكته كتعجبني. واحد السيد بقى فيما كيكون في شي مناسبه في شي عرس العائله كيقولوا لي فوقاش نوبتك؟ قهروه ولا فيما كيمشي لشي جنازه كيسولوا في العائله كيقول لي فوقاش نوبتك؟ وما يهنيوها صافي. واحد السؤال يعني اخر 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 خطيب تقدم لك سناء؟ اخر خطيب شحال هذه بصراحه؟ صعيبي زعما صعيبي زعما شي حد يغامر او ما كاينش لغات الخجل في هذا البرنامج بصراحة. ما عرفت صراحة، غفلتيني في هذا السؤال، ما عقلتش ميسود نسيت، دونك غتكون شي حاجة قديمة. يعني الرجال ما بقاوش كيزعموا عليك أسامة؟ وفين الديفو دابا؟ واش في الرجال ولا فيك؟ شوف صعيبة هذه القضية، مي ما كنعتبرش الديفو في الرجال وما كنعتبرش الديفو فيا. علاش؟ حيت ما كنتسناش راجل يعزلني يزعم عليا، خاص حتى هذاك الراجل اللي غادي نرتبط به تكون بالنسبه لي الامور كيف ما كنشوفها انا، يكون باغي يكون مع سناء العاجي يكون معايا كيف ما انا. يعني الشخص اللي غادي يعزلني ويقول سناء ما كتناسبش المجتمع وما كتنا ما المراه عقليتها في شي شكل واسلوب حياتها في شكل، انا اصلا ما كيناسبنيش هذا الشخص، ما يمكنش نرتبط به، لان الا كان هو خايف مني كيف ما انا هكا، هذا كيعني انني ما يمكنش نكون سعيده معاه وما يمكنش نتفاهم معاه، وبالتالي الاشكال ما كيتطرحش. هذاك الرجال اللي كنخلعهم انا ما بغيتهمش. ولكن في هذا الرجال اللي ما كتخلعيهمش، واش ما كتقوليش مع راسك سناء او دير يمكن انا كنزيد فيه؟ لا ابدا زعما ابدا. عرفتي علاش؟ امتى غنكون كنزيد فيه رضوان؟ الا كنت كنقول عندي خصني نتزوج وخصني نقلب على راجل بواحد المقاييس معينه بحال كايد شارج، ونبدا نقول راه يمكن كنزيد فيه، خصني ننقص شي شويه باش داك لو كايد شارج كما انا عندي كايد شارج، انا نجاوب على دفتر التحملات ديال الاخر. انا جو نو سوي ميم با دون سيت اوبتيك، انا ما كنقلبش على انني خصني نتزوج وبالتالي خصني ننقص شي شويه. انا كيف ما انا، هذا تصوري للحياه، هذا اسلوبي في الحياه، وما عنديش مشكل نهائيا في كوني ما مزوجاش. باش ننتقل لواحد واحد نمط عيش اخر او راني نكون مزوجه ولا، خصها تكون مع واحد الشخص اللي ما غنقول شيء بحالي، ولكن اللي يكون في نفس لابروش، عنده نفس اسلوب تفكير اللي ما كتخلعوش انا شخصيتي كيف ما انا كنت. هذه الامور بمقاربه اخرى غنقول ودي كاين واحد النكته كيقول بشلحة، كيقول له اني غاك تسممت ولا ديك يخ منو عيني فيه. ما لقيتيش واحد الحاجه وكتحاولي تقلبي ليها المقاربه ديال القرايه؟ يعني ما لقيتش راجل وكنفلسفها؟ أيه. لا سي با دي ماشي ما لقيتيش راجل، ما قبل عليك حد؟ لا ابدا، ماشي ما قبل عليا حد، لان كنت بغيت نتزوج باش ماما تكون على خاطرها وباش ما ندوش شي قسمين في برنامج على موضوع بحال هذا وما يبقى يسولني حتى شي حد. كنت زوجت شحال هادي هنينا هاد الشيء وحيدتينا 10 دقائق. هاد الشيء هذا كامل ولقينا ودوينا في شي حوايج كنت سولناك الدراري ديك الساعة. لا هذا هو المشكل ديال المجتمع المغربي، انهم ملي كتختلف في شي حاجة
دائما كتولي موضوع تساؤل، الا ما كنتيش مزوج علاش تزوجتي، الا تزوج لواحد وطلق علاش طلقتي ما صبرتيش، الا تزوج واحد الكوبل وختاروا انهم ما يولدوش في الاول الاسباب كتخصهم كيسولهم ليه، ديما كاين المشكل مطروح. فاسهل حاجه رضوان هو اننا نديروا بحال الناس. اسهل حاجه هو دايوغ مثلا واحد الوقت كان اتصل بيا واحد الصديق وقال لي راه فلانه صديقه ديالنا مشتركه الاخ ديالها كتعجبيه وبغى يتزوج بك. تي ربما هذا هو الاخر اللي كان خطبني رسميا تفكرته، ولكن راه عنده مشكل باغي يستقر، هو راه مهندس وباغي يستقر ولكن ما باغيش داكشي ديال الدخول والخروج. قلت لي ما فهمتش شنو هو، كيفاش ما باغيش الدخول والخروج؟ انا انسانه اللي عندي حياتي عندي علاقاتي عندي، وما كنفهمش يعني ملي كنتلاقاو بواحد الشخص وكنتفاهموا معاه كيكونوا تنازلات من طرفه ومن طرفنا، ولكن واحد الشخص اللي انا باقي ما تلاقاش ويا ما عرفتش فين كنعجبو، واش كنعجبو حيت كيقرا ليا ولا كنعجبو فيزيك ما ولا ما عرفتش شنو طبيعه هذا الاعجاب، ومن الاول الشرط ديالو الواحد هو الدخول والخروج. ساهل انني ندير اللعبه ديال المجتمع ديال نقول ليه داكور ونتلاقى به ونعطيه الصوره اللي هو باغي يشوفها في المراه اللي باغي يتزوج بها، ونتزوج ونرضي الناس كلهم ونتهنى من الاسئله. ما يمكنش نتزوج بهذه الطريقه، رفضت حتى انني نتلاقى بهذا الشخص. ما يمكنش نتلاقى بالشخص اللي كيجي كيقول لك انا باغي نتزوج وهذا فتر التحملات ديالي واش كتجاوبي عليه ولا لا. هاد الشخص غترفع لنا نسبه العنوسه في البلاد وصافي ماشي مشكل. اش خبر الباتول؟ لاباس عليها وتوحشتها بزاف. فين هي؟ معتكفه. كيفاش معتكفه؟ سدت عليها واحد الوقت وباقا ما قراتش ما عرفتش راسها واش غادي ترجع ولا لا. وعلاش؟ لان فاش كانت في نيشان تولدات في نيشان وانطلقات في نيشان وتالقات في نيشان، ومن بعد ملي مشات التجربه ديال نيشان ما عرفتش فين تستقر، وحتى هي بحالي كيما ما بغاتش تزوج هكاك وصافي، ما بغاتش غير ترجع هكاك وصافي، كتفكر في الظروف اللي ترجع فيها تكون مناسبه. انت رجعتي للفيسبوك ولا مازال؟ لا رجعت البارح في الليل. السلامه. الله يسلمك وينجيك. اش عشتي تجربة الإقصاء من الفيسبوك ولا قصيت راسك براسك؟ لا أنا قصيت راسي براسي وفي صراحة صعيبة، واكتشفت أن ولي أنا مدمنة على الفيسبوك، لأن بقيت واحد تقريبا أسبوع بلا الفيسبوك، وكتوقع لي شي حاجة وكنبغي نكتبها في الفيسبوك وكنقول لا راه ما نقدرش نرجع للفيسبوك، دونك كانت شوية صعيبة. ومالك على ديك الحالة ديال ذاك النهار ديال مباشرة معكم زعما ما عجبتكش؟ أنت بوحدك اللي قدرتي تقولي ديك الهضرة ولا كيفاش؟ دابا عرفتي شنو الظن في هذا الشيء هذا كامل؟ أن كانوا شي مداخلات في البرنامج اقوى من المداخلات ديالي انا، ووقع المشكل معايا انا وما وقعش مع ولكن انت كتجي في قناه عموميه كيشوفوها مئات الالاف ديال المغاربه المحافظين المسلمين والمسلمين وكذا علاش ضحكت؟ الاسلام ولا كيضحك؟ كنسناك تكمل المداخله ديالك. هذا سؤال باش نحط الدور. وكتقول لنا راه الراجل الا ما صبرش راه حيوان. الله يهديك علينا الانسان. انا بعدا عاد اكتشفت هاد اليومين واحد الحاجه بان ما كنتش عارفاها، بان شي وحدين بعدا حوروها في الفيسبوك وقالوا باننا قلت الرجال حيوانات. انا قلت اجلاسيوم واكررها، الراجل اللي ما كيتحكمش في الغرائز ديالو حيوان، كما المراه اللي ما كتحكمش في اللي ما تحكمش في الغرائز ديالها راه حيوان كذلك. لان الغرائز شي حاجه طبيعيه فينا كاملين، غير اللي كيفرقنا حنا كبشر على الحيوانات هو انها المفروض ان احنا عندنا قدره على اننا نتحكموا فيها. مازال ما بغيتيش تحشمي ومازال كتقولي هذا الهضره. اسر يسر الحاحا كيف ما كيقول عادل امام في المسرحيه. واخا شبعوا فيك معيور وداك الشيء كامل. هما عندهم مشكل الا كانوا هما ما كيعرفوش يتحاوروا وما كيعرفوش اللغه الحضاريه ديال الحوار والاختلاف، ويجي يقول لك اسال العاجي انا ما نتفقش معاك ديك الهضره اللي قلتي في البرنامج، وكيعرفوا غير يسبوا ويعايروا. صراحه هذيك مشكلتهم هما ماشي مشكلتي انا، حيت انا وهذه مساله اخرى نبغي نشير لها مهمه. انا بحال كرضوان وبحال كمختار كنتحاور بوجه مكشوف وبسميتي، كندوز في التلفزيون بوجهي. ساهل تجي الفيسبوك بان بسودونيم وتعير بكلام ساقط وتجبد العائله وتجبد هذه، ولكن هذا ماشي اسلوب متحضر النقاش، ماشي اسلوب واعي، ما كيتبتش ان هذاك الناس اللي كيديروا داك الشيء مسلمين اكثر مني ولا متخلقين اكثر مني، حيت كانت الفاسقه والفاجره وهذا داك الناس اللي كيقولوا داك الكلام ما عرفتش واش هما متخلقين اكثر مني انا، الا كنت انا فاسقه وهما كيقولوا داك الكلام شنو هما؟ واش هما مسلمين اكثر مني؟ واش متخلقين ومربيين اكثر مني؟ واش كيتبتوا بهذه الطريقه انهم ماشي حيوانات وانهم بشر وانهم رجال؟ واكثر من هذا فهذا كذلك فيه واحد النوع من الجبن. جي خويا بين شكون انت وتناقش بشكل حضاري، وكيف ما قلت لك وحنا كنحضروا لهذا البرنامج قبيله
هذه هي النقاشات الذكيه اللي كتغنينا اللي ممكن تخليني انا نقول راي ربما غلط. واش ما كتقلبيش على المشاكل اسنان؟ لا انا ما كنقلبش على المشاكل. فمك ياكلك ابدا. انا شوف كيما قلت لك قبيله، اسهل حاجه رضوان اننا نحضروا الراس ونقولوا مالنا حنا على هذا المرض هذا كامل، ونكتبوا داكشي زويون وظريف وندوزوا في التلفازه ونقولوا للناس داكشي اللي باغيين يسمعوه. انا ما كنعرفش ندير داكشي. النهار اللي ما تبقاش عندي الجرأة نقول داكشي كيف ما كنآمن به غنفضل انني ما نبقى لا نكذب لا ندوز في التلفزيون لا حتى شي حاجه، نسد على راسي ونتهنى. ولكن مادام عندي مشاركات في الساحه العموميه سواء بالكتابه او مشاركه في التلفزيون او في برنامج اذاعي، غادي نقول دائما الامور كيف ما كنحسها وكيف ما كنآمن بها. شنو اللي كنتظر هو ان الشخص اللي كيختلف معايا والمجتمع السليم والمجتمع الصحي هو اللي ما كنتفقوش فيه مع بعضياتنا. الا كنا كلنا متفقين راه ماشي شي حاجه طبيعيه. يعني كما انا كنرفض الفكر الاحادي والوحيد، ما يمكنش انا نفرض، انا ما عنديش حقيقه مطلقه. دونك منين كنكونوا كلنا مختلفين مع بعضياتنا وكنتناقشوا بشكل ذكي وحضاري، وكانوا ناس اللي كيتناقشوا معايا في الفيسبوك ولا بالايميل ولا بهذا الشكل هذا، هذه المساله كتخلينا سواء نحاولوا نقنعوهم او يحاولوا يقنعونا، كتخلينا سواء نحاولوا نعمقوا الافكار ديالنا لان كنلقاو ربما ما كانتش عندنا حجج كافيه وكنمشيو نبحثوا باش نقلبوا على الحجج الكافيه. سواء كنراجعوا نفسنا وكنقولوا تيام هاد الهضره اللي كيقول هاد السيد ولا اللي كتقول هاد السيده راه يمكن عندهم شويه ديال الحق، وهكذا كنطوروا افكارنا. ولكن انا كيجيب لي الله بعض المرات بزاف الناس كيقولوها بانك تقلبي على الاستفزاز، ان فون دو كوميرس يدوزك في التلفازه ويدوزك في الاذاعه ويخلي الناس يكتبوا عليك، تقلبي عليها حتى انت واقيله فرحانه بهذا الشيء. شوف خالف تعرف ضلع عوجب جانب اخر، من حق الناس يامنوا بهذا الشيء، واللي كيامن بهذا الشيء خص يكون عنده واحد ومقتنع به، يكون عنده واحد المستوى من الذكاء انه ما يطيحش في الفخ ديالي. ما يطيحش في الفخ. الا كنت انا بصح كندير هذا الشيء باش نستفزهم وراه كنجح. تخيل مثلا هذا اللي دار ذاك الفيلم الامريكي اللي مسيء للرسول، الا كان دارها باش يستفز المسلمين نجح في انه يعطي الصوره ديال ان المسلمين ناس متوحشين وكيخرجوا وكيقولوا. ولكن انا لا سناء، انت راك تضربي في القيم ديال المجتمع المغربي. شنو هي رضوان القيم ديال المجتمع المغربي؟ خليو كدوي غير بحال هكاك. انا قريت في الانترنت عليك بزاف، تحلقين خارج السرب، عندك هيستيريا العداء للاسلام، علمانيه خبيثة. سمح لي باغية. سمح لي مع احتراماتي على هذه الكلمة. مع احتراماتك لي ولا المستمعين؟ المستمعين وانت من المستمعات. انا انت من المستمعات. هذيك علمانية كتعجبني كيقولوها لي الناس بحال كيعايروني. واحد المرة تلاقيت بواحد السيد وهو يقول لي انا قالوا لي والله اعلم انا قالوا لي انت علمانية. زعما بحال كيقول لي راه قالوا لي انت هذيك اللي قلتي الاخرى اللي قلتي راه هذا الشيء كامل الا سناء ويخليوك ترونكيل. انت راه خطر قلت لك على الاستقرار ديال البلاد ديال المجتمع المغربي. كتبدي تكتبي لهم شي حويجات غريبه، كتبدي تقولي شي كلام غريب. شنو هو الخطر اللي كنمثلو على المجتمع المغربي استاذ رضوان الرمداني؟ سمحتي لي تفضل النيابه العامه. فاش كنكونوا حنا كنكتبوا مثلا انت كتكتبي نهار ومطال كتسبي المجتمع ديالك كنتقديه، المجتمع كيعتبر كانك كتسبيه، واش كتفاجئ انك يمكن كتعبر على رايك المجتمع تيسبك؟ صراحه كنتفاجئ مناش، كنتفاجئ من طريقه الرد. يعني انا عارفه بان انا بالفرنسيه كيقول لك كاغيسي لي، واحد ليكسبرسيون قريت واحد المره عجبتني، كاغيسي لي كافي دون لو سونس دو بوال، سيتيغ تقول للناس اللي جالسين في القهوه وكيقراو تقول لهم داكشي اللي باغيين يسمعوه. اتجاه الزغب. اتجاه الزغب. ما كان ما عمري ما غنكتب باش نقول للناس داكشي اللي باغيين يسمعوه، كنكتب باش نعبر على واحد الافكار انا كنامن بها. وغنعاود الكلام اللي قلته قبيله وغادي نحاول نختصر. راه انا عارفه بان المجتمع المغربي ماشي كله كيفكر بحالي، ولكن في نفس الوقت غير يحبسوا علينا شويه داك اللي كيقولوا لنا انتم اقليه قليله جدا، لحقاش باقي ما عندناش دراسات اجتماعيه ومجتمعيه بشكل كافي اللي كتقول لنا شكون اللي قليل بزاف وشكون اللي كثير. وهادشي اللي طراك دابا في فيسبوك ماشي دليل على انك اقليه بصح. لا ابدا، لان بقدر ما كان المعيور، بقدر ما كانت العشرات من الرسائل اللي سوا كيقولوا لي احنا متضامنين معاك وحنا متفقين وعجبتينا في المداخله ديالك، ولا اللي كيقول لك باحترام جميل ديال عجبتني الحاجه الفلانيه وما عجبتنيش الحاجه الفلانيه. اذا كاين كل شيء، غير طبيعي جدا ان للاسف الحوايج المسخه هي اللي كتكون باينه اكثر. ولكن كان بالنسبه لي ما حسبتش، ما نقدرش نقول كانت 50% 50%، ولكن بقدر ما كانت السبان والمعيور وكلام ساقط، قدر ما الكلام كان كلام ديال الشجاع.
او لا قلتي ماشي المغاربه كلهم كيتفقوا معك وما كاين شيء احصائيات كتقول واش هذا الفكر او هذه الثقافه او هذه الافكار اقليه ولا اغلبيه ولكن في نفس الوقت كتجي كتكتبي في الصحف وفي المجلات وكتقولي الكلام في الندوات وفي التلفزيون المغرب بلد النفاق الاجتماعي، المغاربه ما عطنا لهم، احنا ما مربينش، احنا مسخين، احنا ايوا شفتي دابا كطيحي في التناقض لا سنة. اسمح لي ممكن تقولي شنو التناقض؟ شنو التناقض دابا؟ انا ما عمري ما قلت احنا ما مربينش احنا مسخين. راه هادشي اللي كيتقال. انا كنقول احنا كاين النفاق. طاحت ولقيناها ياك هكا كيقولوا في المثل المغربي. تاهت ولقيناها مصريين هادشي اللي كيتفهم من الكلام ديالك. انا مسؤولة خويا على داكشي اللي كنكتب، ما مسؤولاش على شنو فهم هذاك اللي كيقرا ليا. راه الا هو عنده مشكل وحرف او لا قرا بواحد القرا ديجا بواحد الخلفيه باقي ما بداش تقرا. القبيله فين كاين الديفو؟ واش فيك ولا في الناس؟ ما غنقولش الديفو كاين في الناس مره اخرى لان غادي يكون فيها تعميم. لحقاش انا ملي كنمشي لحي الفراح ولا كنمشي لشي دوار في شي قنت وكيجي عندي شي حد وكيقول لي قريت ولا كنتلاقى بشي بوليسي كيقول لي راه كنقرا لك ولكن راه ماشي ديما متفق معاك. كيقول لك لا ماشي كيعجبني الحال، كيقول لك راه ماشي ديما متفق معاك، كتقول فوالا راه ماشي انا ما كنتسناش المجتمع كله يتفق معايا، والا غنكون واحد الانسان غير طبيعيه وغير سويه. غير كتولي كيبان لك هذوك اللي كيعيروا وكيسبوا حيت ما متفقينش، هذوك هما اللي يغردون خارج السرب، هذوك هما اللي عندهم مشكل. علاش؟ لانهم اللي ما باغيش يقبلوا ان المجتمع المغربي ماشي وحده واحده متجانسه، بان المجتمع المغربي فيه اللي كيقدر يقرا لسان هذا الخميس وتعجبه ويقرا الخميس الاخر ويقول بون كتخربق شي شويه هذه السيمانه، ويشوفني شي مره في التلفازه ويقول عجبتني هذه المره، ويشوفني مره اخرى ويقول كتخربق، ونفس الشيء مع مختار الغزيوي ونفس الشيء مع اي صحفي او كاتب او باحث او هذا هو منين يجي شي حد يقول لي حنا المجتمع المغربي هكا وبغيناك تكتبي بهذه الطريقه، غير خصهم يفهموا بان خرجتي منهم وخرجتي من الفيسبوك. لا خرجت من الفيسبوك. هربات لا انا نقول ديال المثقف هذا الا بغينا نسميوك راه كتبوا هذا يور الصفحه ديال التوان المغرب اللي كانوا هذا قالوا بان هربتي الوغ انا غنقول لكم وشوفوا انتم واش هربات هربات بحال بن علي بن علي هرب هرب انا غنقول لكم علاش مشيت وشو ما عرفتش واش هروب ولا جبن ولا حيطه. صيفط لي الفيسبوك واحد 40 ميساج كيقول لي لا حاولتي تغيري له مود باس وانا ما حاولت لا نغير المود باس لا والو، وفهمت ان كانت محاوله لاختراق الصفحه الشخصيه ديالي. الصفحه الشخصيه ديالي فيها ما هو عمومي اللي كاين في الجدار وفيها لي زيشونج بيرسونيل ولي ميساج، ما كانش عندي استعداد نخليها حتى يدخل شي حمق للصفحه ديالي وياخذ لي المعطيات الشخصيه كلها، فقلت نسدها. يا شي ميساج ماشي هو هذاك بطبيعه الحال لان كاين امور لي ميساج بيرسونيل مع من مع هذاك اللي كان باغي مبغي يتزوج وما بغيش يتزوج. اجي واحد السلسله القضيه الله يرحمها. دابا اي بنات حنا كنشوفوا في الجامع المغربي وكنعرفوا شنو كاين اللي كتلبس شي دريه شي لباس مزير ولا قصير بزاف، واش بصح ما نتحرشوش بها في الطريق؟ انا غنقول لك مختار واحد الحاجه، واحد المساله اللي انت راجل ربما ما غاديش تفهمها. قولها استاذه. راه حنا البنات فاش كنشوفوا شي راجل زوين وحال الصدر ديال القميجه تحرشوا به مزير. انتم دابا الرجال فاش كتشوفوا راجل زوين ما كيحرك فيكم والو زعما، الا ملي كيكون شي واحد مثلي جنسي، اما رجل اللي ماشي مثلي جنسي ما كيبان ليه راجل زوين ما كيديهاش فيه واش زوين ولا ماشي زوين. ياك بالعكس كتجي واش حتى حنا فيما نشوفوا شي راجل زوين نبداو نتلاحوا عليه؟ واش الا كان فيك الجوعه مختار شي نهار ما كليتيش كانت عندك الخدمه بزاف ودستي من حدا داك اللي كيحمر الدجاج في الزنقه غاتمشي تلاحو تاكل ليه الدجاج ديالو حيت انت فيك الجوع؟ دابا المغربيه الدجاجه محمره زوينه غتقول لا هذيك الدجاجه زوينه غادي نعاود لك واحد ولا بقيت فيه قول ليه جا بابا تاكل وغيتحل المشكل صافي. هادي واحد اليومين عيطت لختي وقلت لها نمشيو نتمشاو شي شويه في لاكورنيش ماشي 8 9 الليل، كنت في دارنا في حي الفرح وداخله لابسه جوكيل، ما لابسه جين مزير، ما لابسه ديكولتي، ما لابسه ميني جوب، واختي تا هي لان كانت خدامه في الدار هبطات بالجوكيل ما متفقينش، بالصدفه كنا بجوج بالجوكيل. كنتمشاو في لاكورنيش ما كاينش شي خطوه كنديروها بلا ما يهضر شي حد، سير اللي كيقول لك علق على لو كور، اللي كيقول سبورتيف مع راساتكم، اللي كيقول لك تمشي معايا للدار، اللي كيقول لك زوينه اختي. دابا هذا واش تحرش فاش كيقول لك سبور مع راساتكم؟ انا غنقول لك شنو وقع، جا واحد الولد قال لي اختي نهضروا معاكم. سيمانه من بعد داك الكلام ديالك الناس خارجين في الزنقه ساكتين كلشي حاضر حاضر. لا دابا لا انا باقي واقع ديك الساعه المشكل في الفيسبوك وكنقول هاد الناس دابا سي سيغ ما في راسهمش ما عارفينش اش واقع في المشكل. جا واحد مسكين بشويه قال لي اختي عافاك نتعرفوا عليكم وانا نهضر معاه بواحد العنف، قلت لا هو ما فهمش لا رياكسيون ديالي، مشيت وانا نرجع قلت لي خويا غير تسمح لي انت هضرتي بالادب راه قلت لي غير نهضر معاك،
غير نقول لك حنا جوج بنات خواتات خرجنا نتمشاو ما باغيين لا نتصاحبوا لا يصيدونا دراري لا والو، باغيين غير نتمشاو شويه في الدار البيضاء في لاكورنيش نشموا شويه ديال الهواء. منين نزلنا اللي نزلنا من حداه كيعطي تعليق، كتولي حتى داك اللي كيقول لك اختي زوينه ولا عينيك زوينين ولا شعرك زوين ولا هذا ماشي تحرش بعدا، راه منين كتكثر رضوان راه يفوا يدخل اون فام بور كومبروندغ سا. واخا شي واحد كيقول لك عينك زوينه منين كيقولوها لي 20 في النهار وداك النهار انا عندي لي سيغن وعارفه عيني ما زوينينش راه كطيب كتقهر. وداك النهار قلت لك لابسه جوجين وكان البرد زعما مطلعينهم ما كيبانش حتى شويه، جوجين مزير ولا عادي؟ جوجين واسع وبصدفه طويل زعما ما ولان كان الريح كان شويه ديال الريح مطلعينهم زعما ما كتبانش. اللي دزتي من حداه انا اشتغل شويه على هذا الموضوع ديال التحرش ودويز مع بزاف ديال الدراري في الموضوع. الاغلبيه كيقول لك راه ما ماشي بالدار. داير واحد المره شي بنت كانت قالت لي شي واحد قال لها اختي ما نشوفوش، منين دارت قالت لي واخا خويا اش بغيتي نشوفو، ويتخلع وهرب ما باغيني يتصاحب لا والو، غير دخلات لان منين كان صغير خصو يثبت راسو راجل، لان ملي كيكونوا الدراري لا شي الدراري هضروا وما هضرش كيولي ماشي راجل وكتدخل في ليتيك دو لونغاج. والدراري كيصحابهم راه كيقول لها غير انت زوينه، غير خدني كتخرج البنت من دارهم وكتسمعها 20 مره واحد كيقول هضره زوينه واحد كيقول هضره خايبه، كنطن شي مصطلحات بلا ما نبداو نقولهم هنايا في الاذاعه والناس كيتصنتوا لينا، راه كتقهر البنت. دونك غير الدراري ياخذوا هذه المساله. والبنت الا كانت غاده وما تدافعي حتى حد ما كتقهرش ربما. ما انا شخصيا عمري ما تلاقيت مع شي بنت شكات لي شي نهار قالت لي ما تدافعي حتى شي حد خرجت وما تدافعي حتى شي حد. ما ما ما, ما انا شخصيا ما نهجوش عمر شي حد تحرش بك. واش في الزنقه ديما الزنقه ديما حيت ماشي انا سناء العاجي، حيت انا بنت غاده في الزنقه زعما نقدر نكون مشعكه نقدر نكون لابسه بالطو فوق خارجه نشري الخبز في الصباح. هذه هذا السر القدر ديال كل بنت. وشي تحرش بقواعدو في الخدمه ديالك ولا في طرف شي حد هكا، شي تحرش بالمفهوم العلمي ديال التحرش كان ديال شي شخص كتقول له بطريقه مباشره ديال راني ما بغيتش وما كيفهمش لان كاين بزاف ديال الرجال كيتصوروا غير بين قوسين. كاين كذلك نساء هكا اللي كتعيا ما مع شي راجل وكيقول لها راجو سي با انتريسي وكتبقى كما كنقولوا لاصقه. نفس الشيء كاين بزاف ديال الرجال كيتصوروا داك ديال اللي يتمنعن وهن راغبات، راه غير كنتعزز شوفها كنتسنى باش يبقى يطلب وكتقول له بشكل مباشر لا راه سوا راني عندي معك علاقه مهنيه ولا راه علاقه صداقه ولا على حساب وما كيفهمش راسك. عمرك تحرشتي بشي حد انت؟ قولي لنا اختي الله يعافيك. التحرش فين كيف بدا وكيف سار؟ شكرا سيدي الطالب. انا نبقى قضاء هذا الشيء، نسالك رب القضاء وانما نسالك اللطف فيه. قضاء على واقع. انا كنعجبني واحد الشخص وكنظن هذه اللي كتوقع ربما للرجال، وكنت صورت انه اعجاب متبادل واحد الوقت، انا نلقى راسي بان راه كنت كنصيفط لي ميساج ربما اكثر من القياس وبان الاعجاب ما كانش متبادل وفهمت وانسحبت بكرامتي. عندي مشكل عندي مشكل في هذه القضيه. راه شنو هو الفرق بين هذا راه حب معاكسه واشياء عاديه غزال كتبنى عليها علاقات غراميه البشريه كلها كانت عايشه هكا، دير لنا مشكل من اشياء لا مشكل فيها. هذه متفقه معك فيها سيد النائب العام، ربما هذا هو النقص اللي كان في ذاك الحلقه ديال المباشره معكم، هو ان كنخصنا نخصوا واحد حيز من الزمن للتعريف، لان ايفيكتيفمون باقي ماشي كلشي متفق على اين ينتهي الغزل واين يبدا التحرش، لان بغينا ولا كرهنا من نهار تخلقات البشريه حتى نفناو من هذه الدنيا غتبقى دائما ديك الرغبه في التعارف والتعرف على الاخر واننا نديروا علاقات ياك. ما يمكنش نقولوا هذاك المساله اللي كانت في البرنامج ديال واش نقول لك تصحى القميجه ولا لا دايوغ رضوان زول لون ديال القميجه ديالك تحرش على الهواء مباشره. ما يمكنش نقولوا ان ما بقاوش اي سناء. دابا اذا كان شي واحد بشي عرس شاب جميل طيب عمرو 25 26 27 سنه شاف شي بنيوته بتكشيطه كتشطح على الشعبي ولا الشرقي وبغى يعرفها كي يدير ليها دابا انتوما راه سديتوا عليه كل شيء في داك الشيء ديال مباشره معكم حتى وحده ما تقدرش حتى وحده ما تعرف راجل. شوف انا كنعترف بان هذا الخصاص اللي كان في البرنامج كان خص ندويو شويه على هذه المساله، دزنا عليها بشكل سطحي وما خدتش وقتها الكافي، وانا كان عندي تعريف والدكتور اللي كان معنا كان عنده تعريف وخدينا المساله بواحد النوع من السطحيه والسخريه وما خدتش وقتها. المساله ما عندهاش تعريف كامل، انا شخصيا كنمشي مع التعريف اللي كياخذوه مجموعه من سوسيولوجيين ديال ان تعبر لواحد الشخص على الاعجاب ديالك
راه بطريقه او باخرى، سواء بالكلام سواء بالعينين سواء منين هذاك الشخص كيقول لا وانت كتبقى مصر، هنا كيبدا التحرش. انا هذا التعريف هذا هو اللي كان جول ادوبت، هو اللي كيناسبني. اذا واحد الشخص شاف واحد البنت في عرس ولا شافها في قهوه ولا شافها في الخدمه ولا، طبيعي ان غادي كان غادي يبغي واحد الشخص يعبر على الاعجاب. كنقول ملي كيكون بصح اعجاب ديال ماشي بنت دايزه في الزنقه، حيت بنت دايزه في الزنقه غادي نوقع عليها كيف ما كنقولوا بالمغرب. كندوي على عجباتك واحد البنت ولا واحد البنت عجبها واحد الولد في الرغبه الحقيقيه ديال التعارف مع الاخر. غير خصك ما كاينش قاعده بطبيعه الحال، ما غنقولكش اش خصو يدير، واش غيصيفط ميساج ولا غيمشي يهضر معاها ولا، غير خص يكون عندنا واحد المستوى من النضج ديال ان تعرف تتفاهم وتجاوب مع الاخر بالطريقه اللي بديتي بها. ومنين كيبان بان الاخر لا يتجاوب مع هذاك الاعجاب، يكون عندنا ما يكفي من الذكاء الانساني، ماشي الذكاء ديال القرايه، الذكاء ديال انك تفهم ان الاخر ما مستعدش لهذيك التجربه وما متجاوبش مع هذاك. ربي كيبغي يلعب المنحه زعما، خصوصا في هذا الشيء ديال الحب ما فيها بس. الح يلح اصرارا، الح يلح اصرارا. انا كنعتبر انه منين كيكون الالحاح كيبدا التحرش. مشكله هذه معاك سيدي، قلت لك ماماك فاش؟ نعم قلت لك ماماك في هذه الهضره ديال التحرش والقيمه اللي ناضت. ماما ما فراساش القيمه اللي ناضت، لان ما عندهاش حساب على الفيسبوك الحمد لله. ولكن فاش شافت البرنامج هي عجبها، لان دائما فاش كنسالي شي برنامج كنعيط للوالديا هما الاولين، كنعيط لهم نسولهم. ولكن والديك وخوتك ما كيقولوا لك والو هذا الشيء هذا، كتهضر على العلمانيه ما كيقولكش شنو هي العلمانيه. ما عمرها كيقراو باغيه وخبيثه وعداء للاسلام تحلقين خارج السر. كيقولوا لي الا ما كي ربما ما يقراوش داك الشيء كامل، مي بشكل عام منين كان بحال دابا فيما كنمشي نشوف والديا ديما كيقول لي رد بابا ردي البال بنتي ردي البال راسك، هذه هي اللي كتقال ديما. عارفيني كيفاش انا، ما عمر هذا المشكل هذا ما تطرح لي. بعد مرات كيقولوا لي ردي البال راسك. علاش ما ساكنش مع داركم؟ حيت صراحه انت في المعارف. انا سكنت بوحدي ملي كانت عندي 26 عام. عندي الفلوس بزاف لا، حيت فاش سكنت في الاول بوحدي كنت بعد مرات كيكون عندي مشكل باش غنتغدى ولا شي حاجه خاصني. ساكنه بوحدك؟ لان انا محتاجه تكون عندي استقلاليتي في حياتي اليوميه. وما كنتصورش ان ممكن نكون انا دابا عندي 35. بصراحه فاش كنت بوحدي كنقول لك ملي كان دابا انا عندي 35 عام عايشه مع دارنا، ولكن الناس كنت بوحدي كانت عندي ربما 26 عام. اختاريت انني نستقل بوحدي لان هذا جزء من النضج. خلاوك داركم خوتك ما كيقولكش هادشي عيب وعار وحشومه. فاش سكنت في الاول بوحدي ما كنتش واعيه بهاد المساله بطبيعه الحال، ما قالوش لي لا سكنت بوحدي كانت صعيبه قبلوها بصعوبه، ولكن سكنت بوحدي وبقيت واحد العامين وانا فين ما كنعرض على دارنا يجيو عندي. بابا كيلقى طريقه باش ما يكونش في الدار، يمشي عند عمتي يمشي شي بلاصه لانه كان محرج. داز واحد العام ونص وانا ما كنتش كنفهم، كنقول علاش بابا ما كيكونش. من بعد فهمت ان كانت الطريقه ديالو في الاحتجاج، ولكن من بعد كنحس بان والديا فخورين بيا بداكشي اللي كندير كله. منين كنكتب في جريده، منين كندوز في التلفزيون، منين كتكتب عليا شي حاجه، فاهمين اسلوب الحياه ديالي، فهموا ان نقدر نكون جالسه عندهم حتى 12 الليل ولكن من بعد غادي ندخل دائما بات في داري. فهموا بان عندي اسلوبي في الخدمه اللي خاص، ما عنديش لي زوغيغ ديالي، عندي كنسافر، عندي علاقاتي، عندي وفخورين بيا بكلشي اللي كندير بدون ما يطرح لهم هذه المساله اشكال. عارفه مثلا انا الوقت اللي كان عندي لو بخوصي في هاد الرود هزي كان شي مره بابا عند الحجام في كارتي في الفرح، هما ما عارفينوش با دونك بداو كيقولوا هذوك الكفار اللي في نيشان وداروا هذه ما يسمح لهم. حتى هي زوينه عندنا في المغرب ديما دغيا كيكفروك دغيا. وانا ما عمري ما عرفتها شي نهار، غير عاودها لي الاخ ديالي حيت عاودها لي شي حد كان ذاك النهار عند الحجام وكان دار فيهم، مع العلم ان بابا ماشي شي واحد اللي يعني انسان بسيط جا من البلاد، والديا ناس ما قاريينش، سكنوا في الرباط واحد العام ولا عامين ومن بعد جاو استقروا في الدار البيضاء. يعني ما ماشي بالضروره انهم كيقتسموا الافكار ديالي والاختيارات ديالي، ولكن هذا جزء. علاش انا كنقول دائما كنكسبها وكنقولها منين كنكونوا كناضلوا على شي افكار ديالنا، راه ماشي غير في المفاهيم الكبرى الديمقراطيه والاستقلاليه وهذا، ماشي غير كنكتبوهم، كتبدا من الممارسات في حياتنا اليوميه. حتى هذه كان ساهل نبقى عايشه في دارنا، وكما كنتي كتقولي قبيله نقلب على شي راجل مزيان ونزوج يسترك شي راجل يسترك فوالا شي نقرا فين يغبر نحاسي. ولكن بالنسبه لي الافكار اللي كندافع عليها كتبدا من حياتي اليوميه، منين كندافع على الاستقلاليه في الاختيارات، راه ماشي ضروري الاستقلاليه في الخيارات الكبرى ديال الحياه وشنو كيبغى نتميل. والله دابا واش المراه المغربيه خاصها غير هذا الشيء دابا؟ انا ما كنامنش بلا بريوريتي في هذا الشيء هذا.
الله ما كان امنش ما كان امنش بلا بريوريتي يا رضوان حيت هذا حيت كيديرونجي ماشي مشكل ما كان امنش بان خاصتا نبنيو الشانطيات عاد نديرو الثقافه وتا نديرو السبيطارات عاد نفكرو في الاستقلاليه كل شيء ممكن نديروه في نفس الوقت غير كل واحد كيدير داك الشيء اللي قد عليه واللي كيعرف ليه واللي كيناسبو انا كاين شي حوايج اللي ما غاديش يمكن نناضل فيها لان ما كتحرك فيا حتى شي حاجه ما ماشي حوايج ما اغرب التعليقات اللي وصلوك في هاد الايام الاخرى في معركه التحرش الجنسي بدون لغه خشب بدون لغه خشب ولا حطب ولا اسم واحد صيفط ليا قال لي انا متاكد انه سبق لك مارستي الجنس بطرق حداثيه الا كنتي هكا سيري عيشي في اسرائيل ولا فرنسا ماشي في المغرب فما عرفتش علاش اسرائيل وفرنسا علاش ماشي بورا بورا ولا شي بلاصه اخرى علاش بالضروره اسرائيل وفرنسا وما عرفتش شنو هي ممارسه الجنس بطريقه حداثيه زعما انا كنعرف الجنس هو واحد المساله اللي كتمارس بطريقه طبيعيه ما فيهاش حداثيه ولا محافظه ولا اسلاميه ولا مسيحيه ولا هي واحد المساله غريزيه التي تمارس بطريقه طبيعيه شنو كيفهم لي هو في دماغه ممارسه الجنس بطريقه حداثيه الله اعلم والمساله الثانيه هي انت كتناقش مع واحد الشخص ما عجبوكش افكاره شنو شغلك في طريقه ممارسه الحياه الجنسيه ما جاوبتيش لا بحال هذا ما كنجاوبش ما كتجاوبيش شنو التعليق اللي ضحكك انا جايك المختار التعليق اللي ضحكني ولا عصبك قلقك كنتي غتهرسي البيسي ديالك لا ما نقدرش نهرس البيسي حيت عاد شريتو لما سرقوا لي واحد فرنسا ما نقدرش نهرسو عطاتني ثلاثه ديال الاخبار شريت البيسي مشات لفرنسا شريت واحد سرقوا لي الساك فيه البيسي وجوج تليفونات وفلوسي كاملين صحاب سرك لا المساله اللي ما فهمتهاش اللي صدمتني هي داك اللي كنقولوا في المغرب ديال شي واحد ما كيعرفش الدقه منين جاتو شاركت في برنامج مشيت للدار فقت الصباح كيبان لي الفيسبوك شاعل ما عرفتش اش وقعت وما شنو وقع وما فهمتش هذاك التعليقات كيفاش وصلت بدك الاسلوب من الحقاره والنداله كتقول كما كنت كنقول قبيله وواحد كيقول لي انا فاتقه وفاجره وباغيه وداك الكلام اللي ما نقدروش نقولوه لا وكاين حتى داك الشيء اللي ما يمكنش نقولوه كتقول دابا هادو بغاو يقولوا انهم مسلمين وانا كافره واش هذا هو الاسلوب اللي كيتعامل به المسلم المتخلق واش هادو بغاو يقولوا انني انا باغيه هاد الكلام اللي كيقولوه شكون اللي كيقولوا واش الانسان اللي مربي كنت تستفزعي عباد الله هم اللي يديروا ردود فعل في لحظات غضب وغيره على القيم ديال البلاد كيبقى فيك الحال ومشكله معك هذا سنه دابا هما ما عجبهمش الحال حيت قلت اللي ما كيتحكمش في غرائزه حيوان أيه؟ وبغاو يثبتوا لي انهم ناس وبشر وماشي حيوانات هما يثبتوها لي بهذاك الكلام اللي كانوا كيقولوه ما عرفتش واش هكا باش كيثبتوها ما خايفاش من هاد الهضره عاوتاني رضوان وي نعم منين كتبغي تقول لواحد الشخص راك غلطتي واش كتقولها ليه بطريقه اللي كتثبت هذاك الكلام اللي كان كيقول المهم واحد الكلام نرجعوا للقضيه انك انت كتوصفي المجتمع باستمرار اغلبيته بانه متخلف غير حاضر اخر حاجه كتحضرني دابا المقال ديالك على العيد الكبير اللي ما خليتيش فيه للناس ولتقاليدهم طريقه ممارسه الطقوس ديالهم وكتستغربي في نفس الوقت ان هذا المجتمع يخرجك بالطريقه المتخلفه غير الحضاريه ويسبك مختار يعني اتساءل واش قريتي المقال ديال العيد الكبير ولا لا؟ ما عرفتش مجتمع وكتكتبي عليه ولا كيفاش؟ مختار اتساءل واش قريتي المقال ديال العيد الكبير ولا لا؟ قريته حيت في المقال ديال العيد الكبير ما قلتش الناس متخلفين اللي كيحتفلوا بالعيد الكبير قلتي ما معناه؟ شوفي راه عندي جبدي لنا المقال نجبدوا لا طابليت ونقراوها الا بغيتي جبدي لنا المقال حيت انا واحد القضيه بعدا المقال ديما فاش كتكون ردود الفعل عنيفه كنرجع نمشي نقراه باش كنقول شنو اللي ما فهموش الناس في المقال ديال عيد الاضحى وكنعاود نكررها انتقدت وسانتقد دائما الناس اللي كيقجف راسو وكيمشي يعطي دي زيكزامبل ديال الناس اللي كيكون كيشد 1500 درهم وكيمشي يشري الحولي ب 2500 درهم وكيقول لي سنه مؤكده تحين انه في الاسلام ما كايناش هذه المساله ديال تاخذ كريدي باش تمشي تشري الحولي ديال العيد في الاسلام ما كايناش نقجف راسي باش نشري الحولي ديال العيد سنه مؤكده اللي عنده الامكانيات إل سو فيكو في المغرب ابتداء من والديهم من الاولين كيذبحوا الناس ماشي لان سنه مؤكده لان ولا المجتمع وللاسف هذه المساله الاغلبيه كيضغطوا الاطفال والعيالات المراه هي اللي كتضغط على راجلها خص الحولي يكون كبير خصو يكون كبر من ديال الجيران خصو يكون هادي والمساله كنعرفوا انها خارجه على مساله ديال انه حيت سنه كيخصو يتحلي في الدين ولا سنة لا ما كنحلش في الدين علاش انت كتقتي حداثيه كاين شي فيديو في يوتيوب ديال واحد الشيخ باللحيه والوقار خرج من وجهه كينتخذ فوق هذه المساله هذه كتجي وكتجي تهضري في الاسلام وراه ماشي معقول انا ما كنهضرش في الاسلام كنهضر في القراءه
دابا واش انت كتعتقد انه الاسلام كيقول لنا ناخذ كريدي باش نشريو الحوليد العيد؟ ما كاينش الكريدي كاع فوق الاسلام، ما كاينش البنكات فوق الاسلام. ما لا تقوي ليني شي حاجه، ما كاينش من المغاربه بدينهم، جزء من دينهم ما فهمتش. لا ولا بالاسلام فاش ضركتي هذا الشيء؟ لا والا جينا عليها ما نكتبوا ما نديروا برامج في الاذاعه ونقولوا العام مزيان ونطبلوا ونقولوا كل شيء. شوف السياسه، كتب على السياسه هاد المساله هادي ما كنفهمهاش. كيجي شي حد كيقول لي علاش كتهضري في هذا الموضوع وما كتهضريش في هذا الموضوع؟ الدين وليتو زاعمين عليه. ماشي شغلك اخويا، واحد بغى يهضر على الملكيه، واحد بغى يهضر على المجتمع، واحد كيهضر في الاقتصاد. انا كاين شي مواضيع ما كنفهمش فيها ما يمكنليش نكتب عليها. ما كنفهمش في الرياضه مثلا، ما يمكنش نمشي ندير شي حاجه في الرياضه حيت ما كنفهمش في كره القدم، ما كنعرفش شنو هي البينالتي. لا ما قلت لكمش اخويا يحيدوا العيد، ما عمري ما قلت العيد يتحيد. وتحيدي لنا رمضان وتحيدي لنا داك الشيء. ما عمري ما قلت شهر النفاق. شهر النفاق ما عمري ما قلت. لا هذه رمضان شهر النفاق ماشي انا اللي قلتها، هذه كان عنوان ديال المجله انا ماشي قلتها. مجلة كنتي خدامه فيها؟ انا انت رضوان كنتي خدام فيها وكنتي رئيس تحريرها سياده القاضي عفى الله عما سلف. تكييف التام دابا هذا النهار. انا ما كنقولش عفى الله عما سلف حيت ما كندم حتى شي حاجه، وسي سي تي غوفيغ الا كان المسار ديالي رجع للور غادي نعاود ندير نفس الاشياء. كاين شي اشياء اللي كنشوفها نجات كثر في عيني، ولكن بشكل عام تصوراتي للمجتمع ما كاينش شي حد يقدر يخرج لي تناقض ما بين شي حاجه كتبتها هذه خمس سنين وشي حاجه كتبتها. ودوك المعطلين المساكين اللي تاهما مكرفصين عليهم النار وما طالين. انا كنت معطلين خدمه وقراو وضربوا 70 عام ديال القرايه وما لقاوش خدمه وانت كتكرفص عليهم. انا ما كنقولش معطلين، انا ما كنقولش معطلين، كنقول عاطلين. كيفاش عاطل؟ ما بغاوش زعما يخدموا. لان معطل معناها في اللغه مفعول به، يعني معطل بفعل فاعل. في حين انه اقتصاديا ما يمكنش نطلبوا من الدوله انها تخدم الناس كلهم، لان الا جات الدوله تخدم الناس كلهم خص الفلوس اللي عندهم كلها يتحطوا في لي صاليغ دي فونكسيونير، يعني ما غنبقاوش نديروا الاستثمارات ديال الدوله. بنكيران اللي هو ما يمكنش. لا ماشي ما ماشي بنكيران، كنهضر بالعقل. والدوله علاش قراتهم؟ لا راه كاين القطاع الخاص، ما كاينش شي بلاد في العالم. واحد قاري الدراسات الاسلاميه شنو يخدم في القطاع الخاص؟ كاين كيخص فين هو الدور ديال الدوله؟ ايفيكتيفمون فين كاين الخطا ديال الدوله؟ هو في لوريونتاسيون. اييه. الشعب اللي كاينه وفي ان تكون برامج تاهيليه لهاد الناس. الاشكاليه ديال انه عدد من هاد الناس هادو كيرفضوا حتى ذاك البرامج التاهيليه اللي تخليه يمشي للاطار الخاص، لان ملي كتكلم معاهم كيقول لك انا باغي نخدم في الوظيفه العموميه، ما باغيش نخدم في القطاع الخاص. حيت هذا تكون من واحد المسار التعليمي، راه الدوله اون فان كونت هي اللي دخلت لي ديك المساله في راسها. هذا شوف من اكبر الكوارث اللي عندنا في المغرب في 50 عام الاخيره واللي كيخصنا نلقاو لها حل بسرعه هي المشكل ديال التعليم. هذا هو الكارثه على جميع المستويات، على مستوى المضامين، على مستوى الشعب اللي مطروحه، على مستوى الملائمه ديال التكوين اللي كاين مع سوق المقاوله الى اخره. لكن واحد المساله اللي كتنرفزني هي واحد المره كان قال لي واحد السيد، قال لي هذوك الناس بما ان النظام التعليمي المغربي رديء وبالتالي فمستواهم ما يمكنش يقبل عليه القطاع الخاص. انا كنعتبر هذه اهانه في حق هذوك الناس، لانه شنو كتعني؟ كتقول لي الدوله خصها تخدمهم بدون مباراه وهذا لانه ما يمكنش يخدموا في القطاع الخاص. يعني انا كمواطن غدا وانت كمواطن واللي كيسمعونا كمواطنين ما منحقهمش غدا يمشيو للمقاطعه ولا لشي اداره عموميه وينتقدوا مستوى الخدمات العموميه، لانهم اليوم كيطالبوا الدوله انها تخدمهم بدون ما نشوفوا الكفاءات ديالهم. علاش سيدي انا القطاع الخاص كيدوز ليا لونتروتيا ويديروا لك لي تيست بسيكو جو سي با كوا وهادي باش يخدم الكفاءه اللي كتناسبه، والدوله كنقول لها خدميه مدى الحياه لان ماشي بحال القطاع الخاص ما كاينش ما في يدكش غادي نجريو عليك، خدمي مدى الحياه وبدون مباراه وخدمي هذوك الخريجين كاملين. شمن بلاد في العالم في هذه المساله هذه؟ كتحل المشكله ما درتيها بيديك، انت صيفطتي دوك الناس لذاك المسار. لا كتحل المشكله بمشاكل اعمق، كيخص نلقاو شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ الحل فعلا الدوله عندها حل انها تلقى برامج مواكبه واعاده تاهيل هذوك الناس. ما تنسايش واحد عنده 40 عام تقول له ندير لك المواكبه والتاهيل. يعني سير ديموس سير تموت. وشنو دونك شنو الحل؟ لو انا عند السياسه ديال خليف تعرف داك الشيء اللي كيقولوا الناس كلهم هي خصها تقول العكس ديالو باش تدوز في الجورنال وتدوز في التلفازه ونجيبوا القفص الاتهام. تعرضت عليا القفص الاتهام كدوز الشخصيات الكبيره. انا كندوز اللي جابوا المناتيف، غير اللي دار شي مونتيف هو اللي كنجيبوه. هذا الشيء اللي دار لي لا سناء وقيلا ما كاينش شي نهار شي حد صبرك مزيان. ايه والله يلاه الهلي يزيدك الصحه. يا سيدي يكون في لقاء مباشر ويدوروا لك راسك يقول لك اودي تتبليتي كتشكي في داك الشيء اللي كتقول لي. الا ما وقعاتش ربما الناس كيفضلوا يديروا بسودونيم ويمشيو يسبونوك في الفيسبوك لان ما عندهمش الجرأه يجيو يسبونوك مباشره.
مي كتوقع ان شي حد كيقول لي انا ما متفقش معك نهائيا ويحاججني، وهذه اللي قلت القبيله كنعتبرها نقاشات ذكيه، لانه سوا كيدفعني انني نمشي نقلب باش نقوي الحجج ديالي، وهذه وقعت لي بزاف د المرات ديال شي واحد كنحاول نتناقش معاه وكنلقى بان الحجه ديالي ما كانش كافيه وكنمشي نبحث اكثر، ولا كنقول يمكن عنده الحق في هذه الهضره اللي كيقول وكنعاود النظر في شي امور. ما كتهضريش بزاف على الاسلاميين، واخا هذه موضه زعما الناس اللي كيبغيو شويه يتميزوا كيكتبوا على الاسلاميين، انت ما عندكش هذه القضيه. انا عرفتي كيفاش كنكتب برضو والله الا شحال مره انا حيت المقال كنصيفطو للجريده الاربع في الصباح، كنكتبو الثلاث في الليل وكنقراه الاربع في الصباح، وبزاف المرات كيقول لي شي حد الثلاث شنو غتكتبي وكنقول ليه ما عرفتش. كنكتب منين كتحركني شي حاجه، انت كتقول لي ما كتهضريش على الاسلاميين، انا مثلا كيعصبوني شي وحدين كيقول لي كتنتقدي على الحكومه ديال عبد الاله بن كيران وما كتنتقديش الناس الاخرين. الناس عندهم الذاكره قصيره، زعما كنظن عباس الفاسي كان هو او اكثر وزير اول تعرض للانتقادات في المغرب، ماشي مني انا بشكل عام، كيقول كتكتبوا على حكومه بن كيران. دري جتو شحال انتقدوه الناس، ميم عبد الرحمن اليوسفي ربما خدا ان شاكا بلون في الاول وبداو الناس كينتقدوا، دونك الناس كيجيو دابا كيقول لك كتنتقدوا حكومه الاسلاميين. انا كنكتب على واحد الحاجه اللي كتستفزني وكتحركني وعندي ما نكتب فيها. دابا دخلت عليك بالله، اش من مشروعيه عندك باش تنتقدي انت حكومه انتخبها الشعب المغربي؟ شكون انت زعما؟ من انتم؟ من انتم؟ مواطن اخويا، واش المواطن المغربي؟ انا صوت حيت انا كنامن بحقي، لا ما نقولش من صوت، هذا حقي مارستو وصوت، ما صوتش على العداله والتنميه، ولكن ما غنقولش من صوت، ومن حقي كمواطنه وعندي الحظ انه عندي منبر اعلامي كنكتب فيه اسبوعيا كنعبر على رايي واللي كيقتسموا معايا واحد الفئه من الناس. وهذه مساله عاوتاني بغيت نفتح فيها واحد القوسين، بعض المرات الناس في التعليقات في الانترنت كيقولوا لي ما كنتيش موضوعيه. كنظن الناس خصهم يفهموا بان في الصحافه كاين بزاف ديال لي جونغ الانواع، كاين الاجناس، كاين الروبورتاج الصحفي، كاين الاستجواب، كاين انا راه كنكتب مقالات راي، راه ما كيطلبوش مني نكون محايده، مقالات راي بالضروره فيها الذات. كنت متحامله عاوتاني على الناس؟ لا اعتقد انني متحامله، انا عندي مواقف. استغليش الامكانيات اللي عندك انك تكتبي وانك تكلمي باش تصرفي مواقف غريبه على المجتمع المغربي. وما الذي يكيفها بالغرابه يا استاذ يا سيد القاضي؟ دخيله. شكون اللي كيحدد ما هو دخيل وما هو غير دخيل؟ معروف المغرب شنو هو زعما، سيري عند ماما كتقول لك شنو هو. سعداتك اخويا انت عارف المغرب شكون شنو هو؟ طبيعي انا ماشي انا، راه المغرب عارف المغرب شنو هو. المغرب دوله اسلاميه محافظه ما يجعلش البركه ما يجعلش البركه. شتي ردود الفعل فاش جاو الجميلات ديال بلجيكا تصوروا في ساحه مسجد محمد او ما شفتش، لان انا قررت انني قاطعت الانترنت هذه الفتره اللي لا الناس ما عجبهمش الحال انه جميلات بلجيكا اللي كيتنافسوا على لقب ملكه الجمال تصوروا في ساحه مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء. يعني الناس عندهم واحد الغيره على واحد المكان رضوان، راه هذاك اللي كنقولوا الناس عندهم راه فيه وفيها، راه بحال ملي كتقول لي قبيله كانت الانتقادات وكنقول لك ما درتش الاحصائيات، ولكن كانت بزاف ديال الانتقادات وكانت بزاف ديال الحملات ديال الناس اللي كيتصلوا كيقول لك حنا راه متفقين معاك، بحال فاش كان مجموعه من المشاكل قليله قله قليله شرذيمه ديال العلمانيين هذوك. لا سنة انت اللي كتقولها. شوف المجتمع المغربي في واحد حاجه زوينه اللي هي وانه مجتمع متعدد فيه المسلمين وفيه الاسلاميين وفيه الحدثيين وفيه اليهود في الامازيغ في العرب في المسيحيين في الملحدين وفيه الناس اللي مسيسين والناس اللي ما مسيسينش وما شافوش مباشره معكم في اللي ما عندهم لا ولكن علاش الاصوات ديال العلمانيين هي اللي طاغيه في الاعلام؟ علاش انتم اللي كتجرونا لهذ النقاشات بحال هكا؟ انت اللي كتقول هذا الكلام. انا نيابه عامه، انا انتم نيابه عامه نسيت انا بالعكس كيبان لي بان الاصوات ديال العلمانيين مشتة وما حاضرش بالشكل اللي خصها تكون حاضره به وما كتعبرش على نفسها بالشكل اللي خصها تعبر على نفسها به. سنة عجيبة قادرة النشيد الوطني سون غير في التليفون ديالك؟ لا، ولكن كنطلب اي واحد عنده يعطيه لي، لان فاش تسرق لي التليفون مشى لي النشيد الوطني خدمتو الازرق وتعطيه لي صافي. باقي ديال الرايه ديال البلاد في الدار ديالك؟ داري فيها الرايه ديال البلاد فيها دابا ما عندي جوج حيت جاتني وحده اخرى ولا نزيد جوج رايات. اها شنو عندك اخر معلقه في الدار؟ عندي التصويره ديال الملك مع مرته ووليداته. سنة العاجل نعطي ثلاثه ديال الاسماء اليوم باش غادي نختموا
قولي لي ماشي قولي لي رأيي، غتهضري معاهم. أول وحدة بسيمة حقاوي، كنظن أن كاين بعض المسؤولين السياسيين اللي عندنا ومنهم بسيمة حقاوي اللي خصهم يبداو يفرقوا ما بين مواقفهم الشخصية ومواقفهم كمناضلين في أحزابهم ومواقفهم كمسؤولين في الحكومة كيعبروا على جميع الأطياف السياسية في المغرب. عبد الباري الزمزمي، ما عندي حتى شي رسالة ليه بدون تعليق. علاش؟ كنفكر فيك قلت لك ما بغاتش تحرش بيه. ما بغيتش نتحرش بيه. قلت لك رسالة إجبارية. غادي نصيفط لي اس ام اس فيد خاوي. مقبولة؟ عبد الإله بن كيران. نفس الرسالة اللي قلت لبسيمة حقاوي، كنظن بأن المغرب فيه بزاف د الحوايج باقي خصها دار. بزاف ديال لي شونتيي، بزاف ديال الحوايج خصها تبنى، وللأسف عندي الانطباع أنه كرئيس حكومة ربما كيمشي للأمور اللي كيخصها تاخذ من اهتمام ووقت أقل، وكنخليو أمور اللي أساسية اللي محتاجينها بزاف في البلاد هاد الوقت. واستثناء رسالة إلى شعب الفيسبوك. رسالة إلى شعب الفيسبوك، لا ما عندي حتى شي رسالة، كنظن هادشي هذا اللي وقع ما كيديرونجينيش لأنه غادي يبقى مدة طويلة هكذا. غادي مع الوقت غادي نتعلموا اننا نتناقشوا بشكل حضاري ونعبروا على الاختلاف ديالنا بشكل حضاري. اذا ما عنديش رساله معينه، كنتمنى غير ان الناس يفهموا بانه كل جره بما فيها تطفح. وشو حنا كيقول هضره خايبه راه ما كيجرحش هذاك اللي قالها له، قدر ما للاسف كيهين هذيك لا كوز اللي هو كيدافع عليها، ما كيدافعش عليها بشكل صحيح. كان شي كلمه قبل ما نغلقوا المحضر؟ لا ما بقات عندي حتى شي كلمه، لان ما عنديش الحق في الدفاع، ما عندي حق في الشهود، ما عندي حق حتى شي حاجه، دونك ساليت. وما عندكش حق في لغات الخشب. غادي نغلقوا المحضر والحكم كما العادة للمستمعين. شكرا سناء العاجي الملقبة بالباتول الفضولية، شنا راغي سالي منك هذا الفضول. شكرا مختار الغزيبي في دور النيابة العامة، شكرا صابر فوندا في كتابة الضبط الصوتي، شكرا كريم نيتسي في التصوير. رفعت الجلسة.